مرحبا الساعة فيكم مشاهدينا في برنامج أزمة في العزبة. طبعا هذا البرنامج برنامج مغالب، وضيفنا لليوم ما يدري ان هذا مغلب فيه، على باله جولة في هذه الدار الطيبة. هي جولة بسيطة وبعدها بنتوكل على العزبة، فأتمنى انه ما يزعل وياخذ الأمر بروح رياضية. ضيفنا لليوم المتميز والمبدع والمتألق صاحب برنامج معمار على قناة دبي مهند الوادية، خبير العقارات وذيب العقارات. أتمنى يا مهند أنك تأخذ الشيء بروح رياضية وخلك ريلاكس. مهند وصل والحين بدأت المهمة. مرحبا الساعة، حياكم الله مشاهدينا في برنامج رحلة مع أحمد الكتبي. طبعا ضيفنا لليوم متألق ومتميز دائما وزميل في برنامج معمار على قناة دبي مهند الوادية. حياك الله يا أحمد، يعطيك العافية. شو أخبارك؟ الله يسلمك. الله يسعدك. شو حالك؟ والله أنا مبسوط معك اليوم ومتحمس أشوف شو راح نسوي اليوم أشياء مع بعض. مهند، نحن متواجدين أمام هذه الحديقة الجميلة، الحديقة القرآنية اللي يقدر مساحتها 60 هكتار ما شاء الله. طبعا نعم، وتم افتتاحها في سنة 2019 في أبريل. اسمع، هاي معلومات عقارية، تعال قدم معمار. لا مثل أنا وأنت. مشاهدينا راح ننطلق في جولة جميلة في دبي، دانة الدنيا. راح نشوف حاضر دبي وراح نشوف أيضا ماضي دبي. الله جاهز؟ جاهز طبعا. يا سلام. يلا تفضل يا أخوي. طول لي عمرك. يا مرحبا الساعة. الله يحييك. يلا حييك. ولازم سيت بيلت و... لازم الحزام طلع. فور ويل وين سهرين؟ شكلنا سهرين بر ولا؟ شوف الحين طلعوا خذنا هذه المعالم الجميلة من هالحديقة القرآنية في الدنيا. أنا معك. ما في أعماق البر. أنا البر لعبتي، أحسن واحد بيغرس في البر أنا. إيه ما شاء الله عليك مهند، أنت خبير عقاري وملقب ذيب العقار. إيه هذا لقب، أنا لقب أطلق علي من مدير تنفيذي بدائرة الأراضي والأملاك. ما شاء الله عليك. أول ما قال لي عليه أخوي أحمد أنا الصراحة خفت، قلت شو ذيب هذا، لقب مش حلو. بعدين عرفت هنا في الذيب، الذيب إيه في الحضارة وفي الثقافة الخليجية. اللي يبرز مواقف تبرز مواقف بين الرجال. يقولون والله إنك ذيب. بعدين ذيب. اكتشفت الذيب عنده خصال حميدة كثيرة. ما شاء الله عليك مجتهد في العقار، يعني من كم سنة؟ أنا أصلي أكثر من 20 سنة في مجال العقارات. ما شاء الله. وأصلاً أنا من عائلة يعني أربع أجيال في العقارات، ودراستي في العقار. جينات عقارية. إيه دي أنا عقاري صح. مهند. نعم. تخاف من البر؟ يعني عادي. حسب اللي يسوق. والله. إذا انجلب الموتر. إذا أكيد انجلب الموتر بخاف. روح رياضية. اسمع، لو أنا اللي أسوق عادي. ما عندي مشكلة. شوف الأجواء هذه الجميلة هذه. شوف الأجواء هذه. شوف الأجواء. جميلة. وين إحنا داخلين؟ ما شاء الله. لا لا الله يسامحك بطل الحلال. لا 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 لا. الله يسامحك. لا يا أخويا. لا 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 من ما والله يسامحكم يا ليش؟ لا لا لحظة. طيب اسمع شو لحظة أنت دخلت. لحظة. ما هذا سامحني يا ريه هذا. لا لا لا. يا جماعة الخير شلوها. سامح مهند والله. طب أحمد خليني أكلهم، هذا قاعد يعضني. اسمع. أي واحد يعض. هذا. ما يعض يا أخي. والله عض. اسمع أعطيني 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 بس أعطيني. قولها الله قولها الله. مهند خليك عاد. مهند الحياة طيبة. نزلوني. اطلع اطلع من جو العقار مهند. طلع من جو العقار. طلعت اسمع مهند. اسمع اسمع مهند يا اخوي عادي عادي الامور طيبه. شوف انا ماخذ الامور طيبه، قاعد اضحك بس هذا عفسني. وين عفس هذا؟ هذا وين ما عفسك يا اخوي؟ والله عادي. طب بس اعطيني خبز افش خلقي. لا 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 مهند غلط غلط. والله في واحد عضني هذا. لا هذاك اللي ورا. وين؟ اسمع اعطيني خبزه بس انا باكلهم. اوكي تمام يلا هات. تعال 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 تعال. والله يا هذا عضني. مهند انت نواياك مش طيبه ها؟ قد عقن علي انا. الله يسامحك يا احمد. احمد خلاص خلاص والله شبعت شبعت انا شبعت. انا نازل. لا خلاص 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 انا نازل. لا ما تكمل تصوير. خلاص تكمل تصوير. خلاص حبيبي خلاص خلاص خلاص. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. شو اسوي فيك؟ خلاص خلاص خذ ماشي خلاص. خلاص حبيبي خذ خلاص ماشي خلاص 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 خلاص. طب سكر الشباك خلاص. يلا
بسم الله يلا ننزل. بسم الله لا ما بدي انزل. لا يعني خلاص ننزل والله عادي والله ننزل عادي عادي والله عادي خلاص ما في شيء. طلعوا الاسد طلعوا الاسد طلعوا الاسد بعد تكر شباك. عادي خذها بروح رياضيه. روح رياضيه عادي 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 عادي, عادي, عادي. جزاك الله خير. انت برد. الله اي والله اسمع والله فكره حلوه برد شويه. اهم شيء والله عضني والله. قول والله والله العظيم. شوف يا الله مخرجنا اتصل حق الاسعاف الحين بعرج من اصبعي يا كيف اصور برنامج معمار بعدين الحين كيف كيف يكتب يكتب على العقار. شوف قول لها الله الحلال طالع يرعى هي ونحن عند دخلتنا سبحان الله عندك خبز بالسياره واكلتهم. لا الخبز السياره تعرف انا اول ما نشى الصبح اجوع. ايه عادي البث. ايه بث عادي شو اسوي عادي اكيد اكيد يعطيك العافيه. خلصنا وجهك بعدنا نختم عن المشاهدين. هي يلا تفضل خلاص اختم انا ممكن اكيد. مشاهدينا الكرام كنا في حلقه من برنامج ازمه في العزبه. أزمة في العزبة. أزمة في العزبة مع أحمد الكتبي المشاغب. قالوا لي شو بين الماضي والحاضر مع أحمد الكتبي. أنا أكيد ما بنسى هذا الماضي وبرد لك إياها وعد. وعد برد لك إياها. أنتوا شاهدين يا مشاهدين. مشاهدينا أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقة الجميلة وتريونا في الحلقات الجاية.